نشرة أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قناة أبو ظبي، والبداية بأبرز العناوين. عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية إيران في نيويورك على هامش أعمال الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مع استمرار الاستفتاءات في مناطق أوكرانية، لافروف يتعهد أمام الأمم المتحدة بفرض الحماية الكاملة لأي منطقة تضمها روسيا. أهلا بكم من جديد. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع علي حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، وذلك على هامش أعمال الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحثت خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتبادل سموه ومعالي وزير خارجية إيران وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال هذا اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها وآمالهم إلى التنمية وإلى الازدهار. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي يوانيس كاسوليتس وزير خارجية قبرص، وذلك على هامش أعمال دورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث لقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وقبرص وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، إلى جانب عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها التغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها. وبحث الجانبان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها وأمالهم إلى التنمية والازدهار، كما استعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال هذا اللقاء أكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، كما أكد حرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة وبما يدعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام على الصعود كافة. أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي خلال كلمة الدولة التي ألقتها أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب اتباع وسائل مبتكرة تعزز من فاعلية نظامنا الدولي وتحول الدول والمناطق التي تعج فيها الأزمات إلى وجهات لها دور بناء في معالجة تحديات العصر. تتطلب المرحلة المقبلة اتباع وسائل مبتكرة تعزز من فعالية نظامنا الدولي وتحول الدول والمناطق التي تعج بها الأزمات إلى جهات لها دور بناء في معالجة تحديات العصر. وفي حين كان للعالم العربي والقارة الأفريقية خلال العقود الماضية حصة الأسد من تلك الأزمات، إلا أن ذلك علمنا دروساً صعبة ودروساً مهمة حول ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد وأهمية تدارك التوترات لتفادي ظهور بؤر جديدة للصراعات ولمكافحة التيارات المتطرفة.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي خلال الكلمة أيضا: إننا على أعتاب مرحلة جديدة للنظام الدولي، وإن الخيار في دولة الإمارات أن يكون شعار هذه المرحلة هو السلام والتعافي والازدهار. ونحن على أعتاب مرحلة جديدة للنظام الدولي، خيارنا في دولة الإمارات أن يكون شعار هذه المرحلة هو السلام والتعافي والازدهار، ضمن إطار نظام عالمي منفتح قائم على شبكة متينة من العلاقات الدولية التي ندشن فيها مسارات جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي. فهذا هو النهج الذي تتبعه بلادي في تنفيذ سياساتها الخارجية، والذي يحكم علاقاتنا الثنائية ومشاركاتنا في الأطر متعددة الأطراف، وهو أيضاً النهج الذي يلهم توجهاتنا خلال عضويتنا الحالية في مجلس الأمن. هذا وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أكدت أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يعني الاستثمار في الاقتصاد وفي السلم والأمن الدوليين وفي مستقبل الأجيال المقبلة. لقد بات جلياً أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يعني الاستثمار في الاقتصاد والسلم والأمن الدوليين ومستقبل الأجيال القادمة، وعلينا في هذا الصدد استغلال الفرص المتاحة لاستنباط حلول عملية ومنطقية ومدروسة لأزمة المناخ، بما في ذلك خلال الدورة 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية الشقيقة في نوفمبر المقبل، إذ نحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة في هذه الدورة. وفيما تستعد بلادي لاستضافة الدورة 28 العام المقبل، فإننا نعمل على بناء الشراكات وضمان الشمولية والتركيز على المجالات التي ستحقق نتائج هادفة للتصدي لهذه الظاهرة. هذا وطالبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي خلال كلمة الدولة التي ألقتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالبت بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، مؤكدة أن التاريخ والقانون الدولي يثبت سيادة دولة الإمارات على تلك الجزر. ونجدد في هذا السياق مطالبتنا بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي يثبت التاريخ والقانون الدولي سيادة بلادي عليها، ونؤكد أنه ورغم عدم استجابة إيران لدعوات بلادي الصادقة لحل النزاع بالطرق السلمية على امتداد العقود الخمسة الماضية، إلا أننا لن نتوقف يوما عن المطالبة بحقنا المشروع في هذه الجزر، إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية. وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أكدت أن دولة الإمارات ستواصل مسارها سواء على الصعيد الإنساني أو الدبلوماسي أو التنموي في دعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث من دون أي اعتبارات دينية أو عرقية أو سياسية أو ثقافية. تؤكد دولة الإمارات أنها ستواصل مسارها سواء على الصعيد الإنساني أو الدبلوماسي أو التنموي في دعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث دون أي اعتبارات دينية أو عرقية أو سياسية أو ثقافية، وسنواظب على العمل مع كافة الأصدقاء والشركاء لبناء قدرات وكفاءات الحكومات والشعوب في مختلف المجالات لتحقيق الخير للعالم أجمع، وسيظل ذلك المسار نبراساً لجهودنا في كافة المحافل. نقف الآن مشاهدين عند آخر التطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي. قال
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المناطق التي تجري فيها استفتاءات في أوكرانيا ستصبح تحت الحماية الكاملة لروسيا إذا ضمتها موسكو إليها. وجاءت تصريحات لافروف ردا على سؤال عما إذا كان لدى روسيا مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق التي ضمتها أوكرانيا. هذا وبدأت روسيا الجمعة استفتاءات في 4 مناطق في شرق أوكرانيا بهدف ضم الأراضي. زادت حدة الخطابات بين روسيا وأوكرانيا خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مؤشر على تصاعد سياسي خطير، وهو ما دفع الصين والهند إلى الدعوة للتهدئة في وقت تتزايد على الأرض نذر مواجهات عسكرية مختلفة عن سابقتها. مزيد من التفاصيل مع الزميل عادل يافعي. تنديدات شديدة اللهجة وخطابات تحمل في طياتها مزيدا من التدهور السياسي، تلك التي تصدرها أوكرانيا وروسيا على خلفية الصراع العسكري الدائر حاليا. تصعيد دبلوماسي برزت آخر تطوراته بعد كلمة ألقاها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الأمم المتحدة. إن العداء لروسيا في الغرب غير مسبوق، وإنهم لا يترددون في الإفصاح عن نيتهم بعدم الاكتفاء بالحق هزيمة عسكرية ببلادنا، بل بتدمير روسيا. بهذه العبارات وصف لافروف الموقف الغربي تجاه بلاده، كما اتهم الغرب بالرغبة في إعادة تقسيم العالم إلى كتل. تحت شعار نظام قائم على القواعد، يقوم الغرب بإدخال خطوط فاصلة في كل مكان تصل إلى حد المواجهة بين الكتل، إما أن تكون معنا أو ضدنا. بدوره قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن تصريحات الكرملين بشأن احتمال استخدام للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق، وإن كييف لن تستسلم لها. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي فقد أكد بأن بلاده تريد السلام، لكنها لن تسمح لروسيا بالانتصار على حد قوله. أؤكد على ضرورة خروج روسيا من أراضينا، كما يجب علينا معاقبة روسيا على نحو يجعلنا نسترد الحدود المعترف بها دوليا، كما أدعو لفرض عقاب عادل ضد روسيا، وعليها أن تدفع تعويضات مقابل حربها على أوكرانيا. ومع استمرار التصعيد دعت الصين والهند إلى خلق بوادر للتهدئة، حيث قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده تحث جميع الأطراف المعنية على وقف انتشار الأزمة. وما بين لعلعة الرصاص على الأرض وبين الحرب الكلامية في القاعات المغلقة التي قد تنذر بأشهر عجاف، تبقى فرص الحلول قائمة، ولو خف بصيصها فهي الخيار الذي يرغب به الجميع، بعيدا عن حرب لا تخلف سوى المعاناة للجميع. مشاهدينا، للحديث أكثر عن تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس المختص في الشؤون الفرنسية والشرق الأوسط الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا فيك دكتور خطار. يعني دعنا نذهب إلى التصريحات الأخيرة للافروف حول التعهد بفرض الحماية الكاملة لأي منطقة تضمها روسيا. كيف نقرأ هذا التصريح، وكيف ينعكس هذا التصريح على استفتاءات الضم بيومها الثاني؟ تحياتي لك ولفريق العمل، لكل من يشاهدنا ويتابعنا. هذا يشكل نوعا من التأكيد على النهج الروسي منذ البداية، منذ بداية العمليات في فبراير الماضي. كان الهدف هو السيطرة على الدونباس بشكل خاص، لاعتبارها أرضا لها علاقة بروسيا، فيها شعوب ناطقة باللغة الروسية، هناك مصالح مرتبطة بالأمن الروسي. الآن بعد 7 أشهر، بعد هجوم أوكراني مضاد، بعد تلويح من قبل بوتين بتوسيع نطاق العقيدة النووية الروسية وشمول الحماية حتى هذه المناطق التي تضم كما قال لافروف، هذا يعني القول لهؤلاء السكان أنهم سيكونون تحت الحماية الروسية، وأن انضمامهم إلى روسيا سيشكل ضمانة لهم ولن يشكل العبء أو المشكلة كما تقول أوكرانيا. دكتور خطار، تلويح بوتين بالعقيدة النووية
يعني إلى أين من خلال هذا التلويح، إلى أين ممكن أن يتجه مستقبل الصراع مع الغرب؟ بالفعل الصراع مع الغرب يمر الآن بمنعطف، لأنه يمكننا تقسيم مجرى العمليات القتالية إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان البعض يظن أن روسيا ستحقق الانتصار الخاطف، لم يحصل ذلك بل انسحبت من كييف. المرحلة الثانية كانت التركيز على الدونباس، كان هناك إذن بعد ستة أشهر سيطرة على حوالي 20% من الأرض الأوكرانية، ولكن كان هناك مقاومة كبيرة نتيجة دعم غربي كبير وبالسلاح النووي والخبراء لكييف. والمرحلة الثالثة كانت الهجوم الأوكراني المضاد، حيث استرجعت كييف بعض المناطق في الشمال والشرق. الآن دخلنا المرحلة الصعبة قبل فصل الشتاء، بوتين سيحاول مع الاستفتاء إكمال ضم الدونباس. الجانب الأوكراني لن يقبل أي وقف لإطلاق النار من دون استعادة الأراضي كما يقول. نحن دائما أمام مأزق، وإزاء إمكانية قيام الغرب بدعم نوعي بالدبابات بأسلحة جديدة لأوكرانيا، يقول بوتين إنه عدل عقيدته النووية، أي أن الدفاع عن الأراضي الروسية يمكن أيضا أن يشمل السلاح النووي. هذا شيء جديد، وهذا يمكن أيضا أن يشمل الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، إن كان شبه جزيرة القرم أو مناطق الدونباس، مناطق الاستفتاءات الحالية. وهذا حتى الآن هو في مصاف التهويل، لكن للمرة الأولى شبح نزاع نووي أمامنا، إلى حد أن مؤسسة اقتصادية مرموقة تقول أنه أيضا بعد زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان تضاعف احتمال الصراع النووي في العالم عما كان عليه سابقا. دكتور خطار، هناك اشتباكات دبلوماسية في يعني داخل القاعات المغلقة في الجمعية العامة، وأيضا تحدثت دكتور عن الشبح النووي، وأيضا هناك تعبئة بوتين. كل هذا قد يقلب موازين الحرب في أوكرانيا؟ أعتقد أن المسعى الروسي لتحقيق انتصار كاسح كما قلنا لم ينجح. قبول بوتين بنصف انتصار هذا تساؤل كبير. إصرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالذات على الاستنزاف مستمر، أي كما يقول زيلينسكي يجب أن يكون هناك انتصار لأوكرانيا. نحن إذن أمام رهانات متناقضة، ولسنا أمام انقلاب كبير في ميزان القوى. بالطبع سجلت الآن أوكرانيا نقاط، لكن روسيا بتعبئة جزئية أو مع تعبئة أشمل عندها إمكانيات إضافية. الأدهى أن ننتقل إلى مصاف أخطر من ناحية التدمير، من ناحية المجابهة الاقتصادية، ومن ناحية انتقال هذه المجابهة إلى أماكن أخرى. نعم، الدكتور خطار أبو دياب المختص في الشؤون الفرنسية والشرق الأوسط كنت معي من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه الحيثيات. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. الجيش الكوري الجنوبي يؤكد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا تجاه بحر الشرق. إنجازات العالم في الذكاء الاصطناعي. الروبوت صوفي أو الروبوت يحمل الجنسية السعودية. الحياة على كواكب أخرى. ناسا تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن حياة على كواكب أخرى. تتمكن الأجهزة التي يرسلونها والمعروفة باسم روفرز من استكشاف تضاريس المريخ بتفاصيل ودقة أكبر. السيارات ذاتية القيادة، وهي جيل من السيارات التي تقود نفسها بدون سائق.
بكم من جديد، وقبل مواصلة النشرة نذكر بأبرز العناوين. عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية إيران في نيويورك على هامش أعمال دورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مع استمرار الاستفتاءات في مناطق أوكرانية، لافروف يتعهد أمام الأمم المتحدة بفرض الحماية الكاملة لأي منطقة تضمها روسيا. قتلت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد فلسطينيا يشتبه بأنه على صلة بفصيل مسلح في مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، والتي تشهد موجة أعمال عنف وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي فتح النار في اتجاه مشتبه به مسلح خلال عملية روتينية. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جنودا رصدوا مشتبها بهم مسلحين في سيارة وأيضا على دراجة نارية قرب مدينة نابلس. يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في السكن نتيجة الزيادة السكانية وصغر مساحة القطاع. كثافة سكانية بلغت 6000 نسمة لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يعد من أعلى الكثافات السكانية في العالم. أزمة حقيقية يعيشها قطاع غزة، حيث يقطن أكثر من 2 مليون شخص في منطقة جغرافية لا تزيد عن 365 كيلومترا مربعا، في حين أن 50% يعيشون في مخيمات للاجئين وسط تحذيرات من الزيادة السكانية المطردة في ظل النقص الكبير والمتسارع في الموارد المتاحة واللازمة للإعاشة. الكثافة السكانية في قطاع غزة الآن 6000 نسمة لكل كيلومتر مربع، وهذه الكثافة من أعلى الكثافات السكانية في العالم. لو تحدثنا عن السكن، هناك بالفعل أزمة السكن حادة. أزمة السكن في غزة تصاعدت مؤخرا لتسجل أرقاما غير مسبوقة، وكان لظروف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2006 التأثير الأبرز في هذه الأزمة، فضلا عن عمليات القصف العشوائي التي طالت المنازل والمنشآت المختلفة خلال جولات التصعيد المتعددة. الحق في السكن هو إشكالية كبرى على مدار سنوات طويلة من الدمار الذي حصل في قطاع غزة وعدم القدرة على إعمار ما دمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في ظل عجز تمويلي كبير، هناك حاجة لأكثر من 100,000 وحدة سكنية من أجل معالجة النمو السكان. ويعجز الكثير من الغزيين عن بناء وحدات سكنية جديدة أو ترميم بيوتهم المهترئة نتيجة للظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فيما يتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة انخفاضا حادا في المعروض من الوحدات السكنية، خاصة إذا لم يتم تشكيل حكومة تدير شؤون غزة والضفة بشكل مشترك بحسب معنيين بالشأن الفلسطيني. من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة المزيد من العجز في الوحدات السكنية، خاصة في ظل عدم وجود حكومة وحدة وطنية ما بين غزة والضفة. تعيش غزة أزمة نقص حقيقية في الشقق والوحدات السكنية نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في السنوات الأخيرة وعدم الاستقرار السياسي، فضلا عن الزيادة المطردة في أعداد السكان. لقنوات أبوظبي، وليد عبد الرحمن، غزة. بدأ التصويت في إيطاليا اليوم في انتخابات من المتوقع أن تأتي بالحكومة الأكثر يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية وبأول امرأة رئيسة للوزراء. وتشير آخر استطلاعات للرأي نشرت منذ أسبوعين إلى أن التحالف اليميني بقيادة حزب إخوة إيطاليا الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في طريقه لتحقيق نصر واضح.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد تجاه بحر الشرق وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، وذلك بعد يومين من وصول حاملة طائرات أمريكية تعمل بالوقود النووي إلى البلاد من أجل إجراء مناورات. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ الذي يعتقد أنه قصير المدى حلق لستمائة كيلومتر تقريبا تجاه البحر المفتوح بعد إطلاقه من غرب كوريا الشمالية وسقط في البحر قبالة الساحل الشرقي. يشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة تحظر على كوريا الشمالية إجراء اختبارات على الصواريخ الباليستية. طائفة من الأخبار العالمية المنوعة نتابعها في هذا التقرير. حثت الحكومة الهندية جميع الشركات والمؤسسات الخاصة للسماح لموظفيها بالعمل من المنزل بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت شوارع دلهي وأدت إلى إبطاء حركة المرور فتسببت في اختناقات مرورية. ووفقا لإدارة الطقس الهندية تعرضت مناطق مختلفة في العاصمة إلى ما بين 40 إلى 72 مليمترا من الأمطار في ساعات قليلة. تجمع عشرات الآلاف من المتفرجين في جنوب فيتنام للمشاركة في مهرجان سباق باي نوي للثيران السنوي، ويعد هذا السباق أحد الطقوس الشهيرة في فيتنام، وينتمي لأقلية في البلاد لسكان كمبوديين يعيشون في الغالب في جنوب البلاد. لحث اقتصادات العالم على الابتعاد عن دعم الوقود الأحفوري وكجزء من حملة أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ظهر ديناصور يدعى فرانكي في تايم سكوير بنيويورك يحمل لافتة توعوية في شأن مسألة إزالة الانبعاثات الكربونية من اقتصادات العالم والمحافظة على كوكب الأرض في ظل الأزمة العالمية جراء التغير المناخي. يحصد المزارعون في قرية زينك تشاي الصينية ما يقرب من 66 كيلومترا مربعا من ثمار الزعرور سنويا، وعلى الرغم من أن إنتاج هذا العام ليس جيدا مثل العام الماضي إلا أن الأرباح أعلى 20%. وتعد فاكهة الزعرور شائعة في الطب الصيني التقليدي وتستخدم كعلاج عشبي. بهذا مشاهدينا نصل معكم إلى ختام نشرة الثالثة، شكرا على حسن المتابعة، نلتقي دوما بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء.